بجد ام سوري يا معلم والله انا ما كانش قصدي اضايقك خالص. خلاص يا عم ما حصلش حاجه، انا مش زعلان. انا اسف ليكوا يا جماعه، انا مش عارف انا عملت كده ازاي. ما هو الزفت اللي بتشربه يا كابتن مو والله حرام. بصراحة يا مو انت زودتها قوي وقلت لسيف كلام غلس جدا. انا هون اعتذر له لما ينزل، وانا صلحت له عربيته ومش حاسبه عليه عشان اصلحه يعني. خلاص بقى يا حبيبي صعبت علي، ما خلاص بقى يا عيال. وبعدين هو كان سكران والخمرة بتعمل اكتر من كده. طب انت عارف انا ديك النهار كنت مقربعة نص زوتس، فقت منه لقيت نفسي متكلبشة باسم قصر النيل. قال ايه؟ بتحرش بالخواجات في المتحف المصري. خالتي مش ده الراجل الروسي اللي قال ان انت اختصبتي؟ لا يا بنت، ده هو كان الماني. امال الروسي ده نهين فيهم؟ ده بتاع قلعه قتبان. انت هتحجي عليا؟ انت ازاي متجوزه بابي؟ هو يعرف تاريخك القرف ده؟ ما جاتش مناسبه اقول. لما نرجع انا لازم اقول له يطلقك. شفت يا معلم السكر بيعمل ايه؟ على فكره بقى احنا لازم نبطل خمره وش، قوم بقى نشرب لنا سجارتين كده عشان اتاكد ان انت مش زعلان. وانا كنت زعلان بس يعني مفيش مشكله. بس بقول لك ايه، ما عندكش بودره؟ في كل حاجه يا معلم. يلا اوكي اوكي ستربتنا. سيف كابتن مو صلح لك عربيتك وحطيت لك المفتاح هنا على الترابيزه. ايه يا سيف انت لسه سكران؟ انا راجع القاهره، افتح العربيه معاكي عشان تقضوا بيها مشاوركم، بس انت اللي تسوقي ما تخليش انا اللي يسوق، وانا هرجع بسوبر جيت. ايه العبط اللي بتقوله ده؟ شغل اطفال قوي، انت لسه قافش؟ عندنا مشاوير كتير قوي. انت اللي عندك مشاوير مش انا، انت اللي عايزه توصلي الفلوس مش انا. انا مش عبيط يا نيلي، انا يمكن يكون شكلي كده بس مش عبيط، وعارف انت محتاجاني ليه. عشان كل الناس بعدت من حواليكي، انا بساعدك عشان انا طيب وما بعرفش اقول لا. انا طيب اه، بس عندي كرامه، واللي اسمه مو ده بعطر بكرامتي البحر الاحمر كله. خلاص يا سيف سوري. ما هو ده اخرك سوري، ويا ريتك بتقوليها من جواكي. انت بتقوليها بس عشان تمشي بيها امورك، تعملي المصيبه سوري، تدوس على الناس وتهنيهم سوري، مع ان الناس اللي انت بتهنيهم دول هم اللي قعدوك عندهم واستحملوا سخافاتك وغلاستك وقرفك. بص يا نيلي، انا من ساعه ما عرفتك وانا اتبهدلت بهدله ما شفتهاش في حياتي، وقفت جنبك وساعدتك عشان كنت شايف فيك حاجه حلوه، بس انت مصممه تصدري الوحش اللي جواكي، غرور وانانيه وعظمه وقله ذوق وتكبر، لحد ما بقاش فيك حاجه عدله اصلا. حتى اقرب الناس ليكي مبقوش طايقينك. جدع يا واد يا سيف، يسلم فمك. ايه بس يا نيلي، ما انت عارفه الواد سيف زربون وعصبي وفي الاخر بينزل على مفيش. بس تصدقي وتؤمني بالله الواد عنده حق. بتعيطي؟ انت عندك مشاعر زينا كده وبتعيطي عادي؟ ده انا فاكراكي جبله يا بت. طب خلاص خلاص ما تعيطيش، اوعي تكوني صدقتي كلام الواد المتخلف العبيط ده ان احنا ما بنطقيش. لا طب اقول لك على حاجه، انا عشت طول عمري كان نفسي يبقى ليا اخت او حتى صاحبه قريبه،
بس يعني تلاقيت بقى في الشغل وحياتي وكده. نيلي انا ما اعرفش اي حد في حياتي غير خالتي صباح والواد هاني، وديك انت عاشرتيهم كام يوم جابوا لك تخلف، ما بالك انا بقى عايشه معاهم عمري كله. القصد يعني اللي انا عايزه اقوله لك ان اول ما ربنا بلاني بيكي قلت الحمد لله ربنا عوضني وبقى ليا اخت. حتى لو طلع موضوع الكنز اللي سايبه لنا جدنا ده باكل بان، هفضل احبك طول عمري عشان انتي اختي بجد يا بت. انا مش وحشه يا شيرين، اوعي تفتكري ان انا بكون قصدي اضايق الناس او اعملهم وحش، بس انا شخصيتي كده، اتولدت كده وعشت طول عمري كده، بالذات بعد ما مامتي ماتت الناس كلها كانت بتدلعني، بس مفيش حاجه بطلبها ما بتجيش، محدش بيقول لي لا على اي حاجه. انت عارفه يا شيرين ان انا كمان ما عنديش اصحاب، انا كل اصحابي بيستغلوني وانا عارفه كده، عشان كده كنت دايما بقول انه اكيد مفيش حد بيحبني، لحد ما جيت لكم وشفت انتوا ازاي مستحمليني وبتعاملوني ازاي من غير سبب، فعرفت ان انا عندي مشكله وعرفت ان انا غلط ولازم اتصلح. بس صدقيني انا مش عارفه اتصلح، لان هو مش زراره ادوس عليها ابقى بني ادمه تانيه. يا ستي ما تشغليش بالك، تتصلحي او ما تتصلحيش احنا بنحبك كده زي ما انت. بعدين القط ما يحبش الا خناقه. قصدك ان انا بخنقكوا يا شيرين؟ طبعا يا نيلي خنيقه جدا بصراحه. يا بت انت بنت عمي يا بت، يعني اختي. تعالي افهمي. I love you so much يا شيرين. Me too my sister. طب اقول لك الدليل ان انا بحبك قوي. قولي. هو ان انا دلوقتي وانا حضنكي ريحه الفسون اللي انت لابساه دي خانقاني قوي. ما خنقتني انا كمان يا نيلي ومستحمله والله. بس عامل ايه؟ ما انت عارفه ان الغردقه والعرق مع الفزون بيبقى صعب. وبعدين خلي بالك عرق الغردقه غير عرق بقى بورسعيد مع الفزون، بيبقى اقوى. تعيطيش بقى. سيف كده يا سيف، كده اللي انت عامله في نيلي ده؟ ما انا جاي عشان كده. انا اسف يا نيلي. طب يا جماعه انا هقوم عشان لحظات الاعتذار دي بتوترني. نيلي انا اسف، انا ما كنتش اقصد. ممكن ما تعيطيش؟ انت عندك حق يا سيف، انا فعلا انانيه وما بفكرش غير في نفسي، وانت طيب جدا، بس انا مش محتاجاك عشان انت طيب، انا محتاجه لك عشان انت راجل. انا بطمن وانت جنبي يا سيف. ممكن في الاول كنت ابقى بستغلك لما الناس كلها بعدت من حواليا، ما كانش عندي حد غيرك اروح له. انت عارف يا سيف، انا من ساعه ما بابي اتسجن وانا بحس ان انا ضايعه ومفيش حد جنبي، لان بابي كان دايما بيحسسني ان كل حاجه تمام. زيك كده يا سيف، من ساعه ما عرفتك وكل الحاجات اللي بتعملها معايا ووقفتك جنبي رجعت احس ان كل حاجه تمام. وانا المفروض اقول ايه دلوقتي؟ قول اللي انت عايزه، اعمل اللي انت عايزه، لو عايز تمشي امشي انا مش هزعل. انت تعبت معايا جدا وانا اكيد مش هقدر اطلب منك انك تتعب معايا اكتر من كده. لو عايز تمشي امشي يا سيف، عشان ما تقولش ان انا بستغلك، بس انا مش عايزك تمشي. ماشي ماشي، هتمشي ولا ماشي هتقعد؟ ماشي هقعد. جدع ياد يا سيف، والله لو كنت مشيت كنت هقول عليك عيل واطي. هو انت كنت واقفه بتسمعينا؟ بصراحه اصل انا عارفه الحاجات دي في اخرها بيبقى فيه ايموشن وكده، فقلقت قلت اجي افرملكوا، بس تمام الواد سيف طلع جدع بصراحه. اي بروميس يا جماعه انه من النهارده انتوا هتشوفوا نيلي تانيه خالص.
طب يلا بينا بقى نلحق موضوع محفوظ والفلوس دي لانها هتغيرنا كلنا. اوكي يلا نطلع نلبس. لا نلبس ايه، ما انا لابسه اهو. يلا انت هتروحي بالقرف ده؟ هي هتروحي بالفسون ده؟ طب ما الفزون ده كان عاجبك دلوقتي، انا اللي كنت حضناني ومقمط عليكي كنت شماه وتمام. خليه بقى يكمل اليوم عادي الفزون، هي كم. طب تعالي معايا. اي لاف الفسون على فكره والله. بس انت يا سيف طلعت اصلي، عملت ايه بقى؟ انت رفعت حاجه ولا سمعت لطفي بشناك ولا ايه؟ يا اختي طلعت راجل بصحيح، راجل كده خالته صباح. انا الحال المايل ما يعجبنيش. سوري يا سيف، انا مش عارف انا قلت لك كده ازاي بصراحه، يعني حقك عليا. ولا يهمك، مفيش حاجه. يعني بجد مش زعلان؟ عيب عليك. خلاص اعملوا حسابكم بقى ان احنا نخرج مع بعض ونسهر سهره حلوه كده، انا هعزمكم عليها عشان اصالحكم. طب معلش يا مو، ما تاجلها يعني، عشان عندنا مشوار ضروري لازم نروح النهارده. مشوار ايه؟ ايه المشوار؟ ايه بقى؟ هنروح مطعم محفوظ اللي على البحر عشان عيد ميلاد سيف النهارده. مين يا متخلف؟ عيد ميلادك انت. وكنت ناسي، شوف كنت ناسي ازاي عيد ميلاد النهارده. كل سنه وانت طيب يا معلم. وانت طيب. خلاص هاجي معاكم، بس انا اللي هعزمكم. ها؟ وهكلم الناس بقى يحصلوها على هناك. طب بقول لك ايه؟ ممكن تكلم ايزابيلا دي تيجي؟ ده انا هكلمك ايزابيلا وتوتابيلا وهعيصك. وانت عايز ايزابيلا دي تعمل بيها ايه يا روح امك؟ لا يا خالتي ما تفهميش غلط، اصل البت قفشت صاحبها والكلب بتاعها، البيت متدمره وعايزين نخرجها من المود ده يعني. وانت بقى اللي هتطلعها من المود يا ابن شاكر بتاع الساكسونيا. ايه ده؟ انت اسمك هاني شاكر؟ بقول لك ايه؟ اسمي هاني الدبدوب، هاني شاكر ده اللي في البطاقه. طب ما تقول لهم الاسم الرباعي. هاني شاكر محرم فؤاد. طب ما تغني لنا حاجه. يا ابني الاسم القالش ده. اسم القالش؟ طب معلش ممكن نعرف اسمك ايه؟ اسمي مو، يعني عادي. ايه مو ده بقى؟ ده صيني ولا تايلاندي ولا ايه؟ لا يعني اختصار لاسمي. ايوه ايه بقى الاختصار لايه؟ يعني اللي مؤمن ولا مرقص؟ ايه؟ يعني ما علينا، يعني بحكي لكم بعدين. لا يعني. قول دلوقتي. لا لا ما بعدين. محسن اسمك محسن. اسمك حلو بس مش. Hey guys, I'd like you to meet someone. القمر ده يا معلم، انت ما عرفتنيش عليها ليه؟ صدق يا انك جعر وعمى البصر والبصيره. شو ايه يا بنت ده؟ ايه الحلاوه والطعام والشياكه دي؟ عادي يعني اقل حاجه عندي، ده انا حتى ما رضيتش افور عشان الخروجه ما تستاهلش. طب يا بنت الحلال ما بتلبسيش ليه اللبس ده؟ عشان ما عنديش منه اصلا، ده فستان نيلي. يلا يا جماعه بقى عشان ما نتاخرش. ليتس جو جايز. مين 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 ده اللي ياخدك مني؟ مين 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 مني؟ مين ده اللي ياخدك مني؟ طيب انا اروح اسلم على الناس وانتوا عيشوا براحتكم بقى. اوكي سي اراوند باي. ايوه بقى ننبسط كده ونسهر ونسكر ونرقص وننبسط ونعيش حياتنا. لايميها يا خالتي، عايزين نخلص الشغلانه على خير. حاضر يا روح خالتك، على طول كابتني كده يا شريهاء. هاي هاني، تيجي نشرب دريب؟ ايه ده ايه ده، انت تعرفيني منين اصلا؟ مين يا بنت اللي مديكي فلوس عشان تيجي تعملي النمره الرخيصه دي؟ انا راجل محترم وبحب خطيبتي. خبطك قطر. ما تفكي بقى يا قمر. مش هفك يا بتاع السياح. طب يلا يا كتاكيت. طب رقصة واحدة يا شريهة. لا يا خالتي. يلا يا ماما. انت بتعملي ايه؟ بتعلقي البانسر؟ بتعملي ايه؟ حرام عليكي. يلا. طب يا جماعه هنعمل ايه في موضوع العربيه دي بقى؟ سيبوني انا هفكر في خطه نوصل بيها للعربيه.
طب ما تخليك انت وانا هروح اشوف الموضوع ده. لا لا خليك انا هتصرف. طب احنا هنعمل ايه بقى لغايه ما سيف يجي؟ نشرب. يوه مالك يا هاني على طول متصارب على الخمره كده؟ ايوه عايزين نشرب، عايزين نسهر وننبسط ونسكر ونرقص، فيها ايه؟ مالك عامله لنا زي قبل النظره كده. ايوه يا سمحه. محجوز جاي، محجوز جاي، اتصرفوا على تبعتكم. ايه يا خالتي احنا مش جايين من الشقه. الله، مش انتوا قلتوا خليكوا على طبيعتكم؟ ايوه يا خالتي على طبيعتكم، بس ما تبقيش شمال قوي كده هنا. ما تختش يا بنتي. انتوا ايه اللي جابكم هنا؟ يعني يا اخويا شايفنا جايين نعمل ايه؟ جايين نكشف سنان؟ يا عهدي، ومين الهانم؟ احنا ما تعرفناش. انا صباح، وحضرتك تبقى مين يا عسل؟ دي مرات بابي unfortunately. يو نسيت. هو في عند حضرتك مشكلة ان احنا نسهر هنا عادي؟ لا ابدا، مفيش اي بلع بالمرة، طول ما انتوا قاعدين بأدبكم تشرفوا. لا ما تقلقش، احنا مؤدبين ومتربيين قوي. ممكن بس بعد اذن حضرتك تيجي مين شوية عشان اشوف البست؟ وماله. طيب مدام، have a good time. وانت من اهله يا روح. هو ايه اللي بيضحك الراجل ده؟ تفتكروا اقتنع ان احنا جايين نسهر عادي؟ لا طبعا، بدليل اهو راح يقول للجارد علينا. عينك ما تتشلش من عليهم، مفهوم؟ يمكن يكون بيوصي علينا. اه اكيد بيوصي، ينزل لنا حاجه كومبليزون كده. اسمها كومبليمون يا متخلف. سوري سوري، انا هقولها لك بطريقه احسن من كده. انا قصدي يعني عشان تبقى قاعد مع الناس تقولها صح، اسمها كومبليمون. وات ايفر، وبعدين كومبليزون احلى. اوكي زي ما تحب. اكيد مش بيوصي علينا يا نيلي، هو بس بيقول له راقبهم شوفهم رايحين فين جايين منين كده، يعني جاسوسه. مساء الخير مستر مو، امرني انزل الدرينكس دي هنا. لا لا بعد اذنك، احنا ما بنشربش خمره. لا بنشرب يا ابني. ماما مين بيهز؟ مش عايز اسمع ولا كلمه. ايوه يا حبيبي كتر خيرك. تشرب يا ولد؟ طبعا. مور مور. بصحتك يا جميل. مش ممكن هما كلهم بقى الكهوليكس فجأة كده؟ بقول لكم ايه؟ انا لقيت المكان اللي نوصل منه للعربيه. ايه ده؟ عربيه ايه؟ عربيه الكشري يا هاني، عربيه مستر حنتوس يا عم. طب هنعمل ايه في الراجل اللي قاعد بيراقبنا ده؟ سيبهولي انا عارف اتصرف معاه. طب محتاجاني اساعدك في اي حاجه؟ لا صباح ما بتحتاجش حد. ما تقلقيش على خالتي خالص، طالما لبست الجينز المطرز ده يبقى اكيد هتلوحه كده. يلا يا خالتي جو. انا اذنك اروح اشوف شغلي. خالته صباح باعت نفسها. سوري يا بابي، هي بتضحي بنفسها عشان تنقذك. بس انا مش فاهمه هي مبسوطه قوي كده ليه. هي خالتي كده اصيله، بتحب تضحي. دي جامدة بس الست دي. يلا بينا. يلا ماما ميمي هتيجي معانا؟ ماما ميمي هتيجي معانا؟
اوكي خليكي. تعالوا بسرعة. هو ده السليم اللي بيطلع عند العربية. هطلع أنا وهاني، هتاخدي شريان وتستنونا بره، لو حصل أي حاجة كلميني في التليفون. أوكي، مش عايزني أساعدك؟ أصل أنا فجأة حسيت إن أنا نفسي أساعد كل الناس وأخدم كل الناس. نيللي أنت اتغيرتي قوي. للأحسن ولا للأوحش؟ للأحسن طبعًا، وعارفة كمان لما بقى حبيبي، مش وقته، يلا أنجز. هاني. نعم. هاني. يلا. يلا إيه؟ يلا نطلع فوق عند العربية. انت متخلف، يلا هنطلع فوق للعربيه. تعالى يا هاني انا هفهمك. هتفهمني ايه؟ هنطلع نعمل ايه؟ هنطلع ننشر يا هاني عشان الغسيل ما يكمكمش. طيب قول بقى هنطلع ننشر، لكن تقعد تستظرف وتقول لي نطلع فوق عشان العربيه. يلا يا عم. جود لك حبايبي. سيف خلي بالك على نفسك. نيلي، لا اله الا الله محمد رسول الله. دبدوبي. نعم. روح ما ترجعش. حاضر. شوشو خلي بالك من نيلي. اوكي نيلي، تيجي معايا الحمام بس اظبط ميك اب. حبيبتي انا مبسوطه بيكي قوي وانتي مهتميه بنفسك كده. يلا بينا. نيلي. نعم. لا اله الا الله محمد رسول الله. يلا حبيبي بقى ما تزهقنيش. ايه الحاجه يا سيف؟ العربيه. العربيه بجد مش كرتون. الله. دي حلوة قوي. ايه ده؟ تعالى يا عم اقعد جنبي وانا السواق بتاع اللي جابوك ولا ايه؟ هاني اسكت يا هاني. طيب معلش قولي نطلع على فين؟ اطلع على كنتاكي المقطم. ماشي، بس هنزلك بره المحل مش هخش جوه. ده نركب اوبر احسن. خلاص يا عم هدخلك المحل. هات المفتاح. هاني يا متخلف، احنا مش طالعين لسوق العربية، احنا طالعين عشان ندور. ما انا عايز المفتاح عشان ادور. هاني دور انت على المفتاح يا حبيبي، ولو لقيت بالصدفة كنز يبقى قول لي عبال ما انا اشوف الحاجات. ها ايه ده؟ دي هند صبري. هند صبري انا اللي بحبك حب. سي هاي. ازيك؟ هاي ازيك؟ على فكره انا مش بحب اروح للسيلبرتيز واقول لهم انا بحبكم واتصور معاكم. دي مش سيلبرتي، دي اسمها هند صبري. ايوه عارفه، يعني ما بحبش ان انا تو انفيد يور برايفسي وكده. يو جاست ديد باي ذا واي. سوري انا لازم ادخل التواليت على طول. لا استني بس، ده انا بعشقك عشق. طب اقول لك على حاجه، بيقولوا ان انا شبهك. لا انت احلى بكتير طبعا. ربنا يخليك، ربنا يخليك. عارفه ايه التشابه؟ اللي هو السنان اللي بتبقى ايه زي باكس باني دي. دي مش ضب على فكره، ده سكسي طبعا. لا بجد، بالظبط بالظبط. شوفي بعد اذنكم كان في فيلم بتطلعي فيه حلو قوي. الجزيره. اكيد الجزيره. لا هو ما كانش في جزيره، كان على الارض عادي. ابراهيم الابيض. لا ولا كان ابيض. طب على ما تفتكري ادخل التواليت ارجع له. طب استني بس، ده احنا نجيب لك التواليت لحد عندك. ده انت هند صبري. ربنا يخليك. شيرين دي فكره حلوه قوي. انا كنت عايزه اقول لك مشكلتي. مشكله؟ طب ممكن انا اقول لك مشكلتي؟ انا ساكنه في الفيلا اللي جنبكم هنا، وجايه عشان المايه قطع عندي ولازم ادخل التواليت حالا. اكيد فاهمه. انا مش هاخد وقتك كتير. انا كنت عايزه اقول لك بس انه انا بابي في السجن، وكنت عايزاكي تساعديني انه بس. ماشي. طب ما تقولي كده من الاول. لا انا مش قصدي كده خالص. انا قصدي هاتي. هتجيبي ايه اما هات؟ طب بتجيبي النيكلس ده؟ بطلي تسولي يا شريهان. بصي انت تعرفي انكل محفوظ اللي هو صاحب المكان اللي احنا فيه ده؟ اعرفه. ليه؟ احنا دلوقتي محتاجين نجيب حاجه من العربيه المتعلقه فوق دي. مش هقول لك يعني القصه كلها، بس انا كنت عايزاكي تروحي له وتشغليه. اشغله؟ يعني روحي اتكلمي معاه، ادلعي عليه، ارقصي له. ارقصي له؟ ايوه. مش انت ممثله؟ بس يا نيلي سيبك منها. نيلي دي طلباتها شمال. انت ممثله محترمه وما تعمليش الحاجات السكسي دي. بصي انت تخش عليه بسكه ايه؟ الاكشن. الحقني يا محفوظ، هيخطفوك. مش هديكي اداء بقى، انت استاذ كده. ايوه حلوه قوي دي. يلا اعملي كده. اعملي. انتوا مين؟ انا نيلي. وانا شرهان. احنا احفاد ميكي. ميكي ده جدنا سيلبرتي. والصنف ده اسمه ايه بقى؟ فوازير؟ على فكره يا بنات عيب قوي الشباب يتبسط، بس بمسؤوليه. اشربوا قهوه وفوقوا، انتوا اقوى من المخدرات.
قال نيلي وشريهان قال شفتي عشان طريقتك افتكرت ان احنا سكرانين. انت اللي فضحتينا دي افتكرتنا مبلبعين. شفتي النكلس خرابي على جنب. الهي يا رب ما توعى تتهنى بيه تدخل يفرط منها كده. شريهان ضيعت علينا فرصه بالتسول بتاعك ده. مش لاقي حاجه غيري قلبت الدنيا هنا. النجده يا عم بطل انت شارب ايه؟ استايكز يا عم بطول. مش لاقي اي حاجه خالص ده كان ناقص اشيل الجلد من على الك... انت جبت المجله دي منين؟ لقيتها هنا وانا بدور على المفتاح بالصدفه. طب مش تقول لي يا هاني انت خلف ده. طب ما في كلاكس. اقول لك ايه الحياه يا سيف؟ في كلاكس. وايه ده يا دين النبي؟ في مساحات يا سيف، في مساحات. بطل تخلف وبطل السكر اللي انت فيه ده. شايف العدد اللي في ايدك ده؟ ممكن نلاقي فيه لغز جديد يوصلنا للكنز. قلت لك عادل امام؟ مش هتعرف على فكره. هعرف اقلده. طب وريني. هوريك. ده مش عادل امام، ده محمود شكوكو. ده عادل امام يا عم. مش عادل امام، ما تستعبطش. طب اقلد لك احمد زكي. وقلد ولا وريني احمد زكي. لا ما ده عادل امام على فكره. لا عشان الاثنين صحاب. انت فاكر ان ده عادل امام؟ انت عملت كده بقى ده عادل امام. شفت؟ يبقى اللي انا قلدته الاول كان عادل امام. لا ما انت عملت كده بس. طب اقلد لك فريد شوقي. هتقلده ازاي ده بقى؟ هقلده لك يا عدوي. هو ده الوحيد اللي انت قلته على فكره. شوف مش معقول كل ده لسه ما خلصوش. انا متوشوشه قوي. متوغوشه whatever. مش ده اللي قلقني خالص. انا خايفه على هاني لا يقع. حبيبتي انت بتحبيه قوي كده؟ ما يتنيل والله يغوف في داهيه. انا خايفه لا يقع على حد واصل يودينا في 60 داهيه. يلا يا هاني بطل. تاني قال لك نجات الصغيره. فوق بقى هاني فوق. ايه ده؟ تعمل ايه؟ يلا خلاص. ايه ده في ايه؟ لا انا عايز لسه الف بيها واكروز وامرك واعمل كروز. ايه فوق من اللي انت فيه؟ اعمل حاجه مستني ايه؟ عيش ايامك كلها. شدي بقى. في ايه؟ يلا انت مالك؟ انت شارب ايه؟ مالك عامل كده؟ انا شارب ايه؟ ايوه مالك عامل كده ليه؟ يا جماعه النهارده عيد ميلاد صاحبي واخويا سيف اللي انا غلطت فيه النهارده وحابب ان انا اعتذر له واحتفل بعيد ميلاده معاكم. سيف. او ماي جاد ده بينده على سيف. سيف فين سيف يا جماعه؟ اهو بشاور لك يا عم. اهو سيف اهو. اسكت. ايه يا طفي؟ ايه حي جمهورك؟